في أجواء من الفرح والبهجة انطلقت فعاليات كرنفال الكويت لهذا العام التي تمتد على مدار 3 أشهر من الآن، والمصاحبة للاحتفالات بالأعياد الوطنية التي تنتظرها البلاد. مثل هذه الاحتفالات والمناسبات الوطنية تلعب دور كبير لتوعية أبنائنا وبناتنا في حب الوطن والولاء والانتماء لوطنهم وغادتهم، وكذلك تذكرهم في ما عمل آبائهم وأجدادهم من تضحيات لأجل بقاء الكويت. فأنا أشكر وأثمن دور والقائمين على فعاليات الكويت لاحتضانهم أبنائنا وبناتنا الشباب من ذوي المشاريع المتوسطة والصغيرة ومشاركتهم معهم في على مدى 3 شهور. كرنفال الكويت يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تخص الأسر الكويتية والمقيمة وتحديدا الأطفال في أجواء فرح لغرس الروح الوطنية. كل يوم راح يكون هناك فعاليات في هذا الكرنفال، ما تقتصر على نهاية الأسبوع، راح تمتد 90 فعالية، فعاليات تخص الأطفال لترسيخ الروح الوطنية لدى الطفل والأسرة بشكل عام، تسهيل جميع الأمور التي تخص أهالي المنطقة من مقيمين ومواطنين لإعادة الفرحة مرة أخرى إن شاء الله، وإن شاء الله تعمم على بلدنا، خاصة نحن في ظل مراحل جديدة 3 أشهر القادمة في عدة مناسبات وطنية وعزيزة علينا. الكرنفال انطلق بمباركة محافظ الأحمدي والدعوة عامة لسكان منطقة الأحمدي والجوار للتمتع بفعالياته المتنوعة. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.